عفوا بدك تقعد كتير؟ ما في زباين، بس صار المسا بهالمنطقة ما حدا بيجي لهون، وانت ما طلبت شي لهلا، حتى ما خلصت الكاسة اللي قدامك. انا ماني مضطر ضل فاتح المحل هلا، خليني سكر وروح على بيتي ارتاح. فهمتني غلط، انا ماني حابب ازعجك، فيك تقعد قد ما بدك. واقف، عم بقول لك واقف هون، واقف هون. تفضل، اهلا وسهلا، تفضل. ما عجبنا لها الشاب. ألو. وأخيرا اتصلت فيك كتير، ليش ما عم ترد علي؟ متت من الخوف. ما سمعته. شو ما طلعت على تليفونك أبدا؟ شفت كم مرة اتصلت فيك؟ ما طلعت. شو صار؟ رحت على ريفا؟ حلمي أونال قال لسمر إنه بابا راح لهنيك. أنت رحت لهنيك ما هيك؟ إيه، هلا طلعت من هنيك. اي شو صار؟ بابا كان هني؟ شفته شي؟ لا ما شفته. ما حدا عم بيقدر يحكي معه. قدرت تحكي معه؟ تعرف وين هو هلا؟ لا ما قدرت تحكي معه ولا حتى بعرف وين. خايف كتير يروح لعند حلمي أونال ويعمل له شي قصة نحن بغنى عنه. بلكي بابا توتر كتير وما عاد قدر يسيطر على حاله. ما عم نعرف شو بدنا نعمل. الله يخليك تعال هون. ماشي بسرعة مهند، رجاء. خلص ماشي، أنا عالطريق. فرطنا ونحن قاعدين عم نستنى وإيدينا ورجلينا مربطين. أنا رح شوفه لمراد، إذا إجا شي خبر نادولي. ماشي يا روحي. لا تعدي وتسكتي هيك، خلي صوتك يطلع شوي. شو بدك يعني احكي؟ كأنك تارك الأمور تمشي ومستسلمة لكل شي.
إذا ضليتي ساكتة الناس رح يفكروا إنه قبلانة بهالوضع. يصير اللي بده يصير. لا يا خانم، ما لازم تتركي حالك هيك، بدك تقاومي لنهاية الطريق. هذا افتراء قذر ولعبة واطية، بالنهاية رح تقولي هي قصة فبركع حلمي أو نال من غيظه. أنتي سمر زياكيل، مستحيل تقبلي بهيك حقارة.